السلام عليكم، موجز الأخبار من قناة تنين من القاهرة، أهلا بكم. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب، وأضاف السيسي خلال كلمته بمنتدى أفريقيا 2018 المنعقد حاليا بشرم الشيخ أنه تم تأسيس وتفعيل دور مركز فكرتك شركتك لدعم ريادة الأعمال، وهو أول مركز خدمي حكومي في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه تم تأسيس وتمويل نحو أكثر من 50 شركة ناشئة في مختلف المجالات خلال عام في إطار برنامج فلك لريادة الأعمال. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة ريادة الأعمال في إطار فعاليات منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ، مؤكدا أن الشباب الأفريقية تتفهم التحديات التي تواجه دول القارة، لا سيما ضعف البنية التحتية ونقص التمويل وتفشي البيروقراطية، وهي العوامل التي تحول حاليا دون تلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب الأفريقية بشكل المطلوب، وتحد من توفر البيئة المناسبة لتوطين الصناعات والقضاء على البطالة. هذا وأكد السيسي اعتزام مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي العام المقبل إطلاق مبادرة لإيجاد فرصات حقيقية لتطوير البنية التحتية بالقارة وربط دولها عن طريق شبكات الطرق والكهرباء. قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مصر في عهد الرئيس السيسي تمتلك إرادة حقيقية لدعم المرأة ومنحها حقوقها وفتح المجال أمام المتميزات ليحصدن الصدارة. أضافت الوزيرة خلال مشاركتها في جلسات منتدى أفريقيا 2018 أن المرأة تولت لأول مرة في عهد السيسي منصب المحافظ، وحصلت 8 سيدات على حقائب وزارية في رقم غير مسبوق ليصبح نموذجا للزعماء يحتذى في دعم المرأة. تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابا من إدارة الكسب التابعة لمصلحة الضرائب يتهم 4 قنوات بالتهرب من دفع ضريبة العمل. وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن المجلس بدأ بالفعل فحص ملفات الضرائب الخاصة بالقنوات، ومنها مجموعة قنوات بانوراما التي يشملها اختار إدارة الكسب بمصلحة الضرائب. أكد المصدر أنه تم اختار مساعد وزير الداخلية لمباحث التهرب الضريبي، وذلك في إطار التعاون بين المجلس ومختلف إدارات وزارة الداخلية. تنطلق اليوم أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج 39 في السعودية في العاصمة السعودية الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. تبحث الجلسات عددا من الموضوعات الهامة في مسيرة العمل الخليجي المشترك وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية. كما يبحث المجلس أيضا آخر التطورات السياسية والإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة. قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج تيموثي لندر كينغ إن بلاده ترى أن اليمن بعد الحرب الأهلية يجب ألا ينطوي على أي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات. أضاف لندر كينغ خلال مؤتمر في أبوظبي أن الولايات المتحدة تشجع الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على التواصل الكامل في محادثات السلام الجارية حاليا في السويد. كذا وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاسنير سيطرة الشرطة الفرنسية على تظاهرات السترات الصفراء مؤكدا توقيف نحو 1400 شخص خلال الاحتجاجات، لافتا إلى إصابة 120 من المتظاهرين و20 من قوات الأمن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب الذي أكد أن الحوار مع السترات الصفراء ما زال قائما. رياضيا، حققت تشيلسي فوزا ثمينا على ضيفه حامل لقب مانشستر سيتي بفوزه عليه بهدفين نظيفين على ملعب ستانفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل الفرنسي انجولو كانتي والبرازيلي دافيد لويز هدفي تشيلسي، وبهذه النتيجة يتخلى مانشستر سيتي عن صدارة الدوري لصالح ليفربول الذي تفوق على بورنموث برباعية نظيفة ليرتفع رصيده إلى 42 نقطة مقابل 41 للسيتي. أما تشيلسي فرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع مؤقتا. اختم الموجز، سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.